انا جات لي فكره ان انا اعمل برنامج عن الاشاعات دي، فجبت حوالي 30 فنان وجبت الاستاذ محمود قبيل يناقشهم. كنا بنعمل مجله، المجلات اللي بتطلع دي مجله حقيقيه، نشيل الورقتين اللي في النص ونطبع بدلهم اشاعات اللي احنا عاوزين نقولها علشان نأنب المجلات اللي بتطلع الاشاعات دي. وانا هختار لكم النهارده بإشاعتين، واحدة سيد زيان وواحدة فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي كنت اتفقت معاه على انه ياخد دور البطولة، دور بليغ حمدي في مسلسل اسمه حارة الهلالية، واديته مبلغ في الاول عربون، بس ربنا ما كتبش للمسلسل انه يطلع، فطبعا العربون بيروح. لكن كتبت انا الإشاعة ان انا اشتكيته في نقابة المهن الموسيقية، ونشوف عم محمود قبيل ابتدى يناقشه ازاي. ليه لما بحصل اشكالات مع منتج بتحول اوراقك لنقابة المهن الموسيقية؟ اولا طبعا احنا بنعتز بنقابتنا الفنية كلها. وبما ان انا عضو في اتحاد النقابات فانا برضو بنتمي طبعاً لنقابة المهن الموسيقية، مش عضو عام، انما بطبيعة المهنة ان احنا كلنا في مهنة واحدة، وبيجمعنا اتحاد النقابات الفنية. صح. اللي بيجمع النقابة نقابة المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية. والسينمائية. فمش عارف يعني ما مين وداني. تقدم أحد المنتجين بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية يطالب فيها النجم فاروق الفيشاوي بالمقدمات التي تلقاها للعمل في سهرة وأحد المسلسلات. وعندما سئل فاروق الفيشاوي المنتج لماذا تقدم بالشكوى لنقابة المهن الموسيقية، كان رد المنتج أن فاروق الفيشاوي كان سيقوم بدور ملحن كبير وإلى الآن المسائل معلقة. وعجب ده المنتج ده جاهل يعني بدور موسيقاري طب نعمل ايه مع الدخلاء على السينما؟ شوف اهو موضوع مثلا زي هذا الموضوع اهو انت قلت بتبقى في شيء من الحقيقة. ايه الحقيقة؟ حقيقة فعلا انا متعاقد على احد الاعمال الفنية اللي انا بعتز بيها جدا، لانها بتتكلم عن حياة احد الرموز الفنية العبقرية المصرية اللي اثرت حياتنا الموسيقية بشكل بنلمسه يوميا في الموسيقى التصويرية للافلام وعلى اصوات كبار مطربينا، وفعلا وبعتز جدا بالشخصية اللي كنت بلعبها وبالعمل ذاته. تمام. انما لم يعمل تم العمل ده يعني لا سيتم ان شاء الله، يعني هو تحت التنفيذ، يمكن متاخر شويه لان في شويه عقبات. تمام. لكن مش منها اطلاقا ان في شكوى من المنتج ضدي خالص، لا في نقابة المهن الموسيقية ولا في السينمائية.